في سيدات بتبقى عندها السيطره ده طبيعه، وفي في رجاله بتبقى هي طبيعتها هي عندها السيطره. بس هو الموضوع ما ينفعش اقول ستات او رجاله، انا هو السيطره في ستات بتبقى عندها هي الموضوع ده غريزه، وفي رجاله بيبقى هي كده، لكن ما فيش حد ما نقدرش نقيمها. والله هو بالطبيعه اصلا المفروض الراجل، هو الراجل هو اللي بيسيطر، هو الراجل اللي اتخلق اصلا عشان طبيعته ان هو يدي القرارات، بحكم ان هو مثلا دماغه عقله او تفتحه او تحمل المسؤوليه بيبقى اكتر من الست. هو عشان بس شخصيته قويه عن الست، فهو بيحب يفرض شخصيته على 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 الست، وخصوصا لو كانت اخته او مراته. دلوقتي الست اللي مسيطره على كل حاجه، اه دي حقيقه. هو الراجل بس هي يعني عندي فكره اللي هو ايا كان اي حد فيهم يسيطر، بس مو مشكله ان الدنيا تمشي، المركب تمشي. يعني الرجاله اللي بتعرف تحكم على الستات بالظبط، لا بس هي لو بتحبه هتعمل له اللي هو عايزه. لا هو بتبقى اغلبيتها الراجل، ان الراجل بيحب يسيطر على الست اكتر. بدايه جوازهم كل واحد بيبقى ليه شخصيته، فكله طبعا بيحاول يقول رايه او يفرض سيطرته في البيت او حاجه زي كده. اعتقد يعني ان السيطره دي بتيجي في العلاقات اللي هي بتبتدي غلط في الاول اساسا. يعني الراجل اولا لو اتعامل بطريقه كويسه وكان متفاهم وبيعامل الست اللي معاه بحب وتفاهم وكده، هي مش هتبقى محتاجه اساسا انها تسيطر، ولا هو محتاج يسيطر ولا اي حاجه، هما هيبقوا متفاهمين فمش محتاج حد يسيطر. انا بحس ان هي موضوع السيطره ده بيطلع في العلاقات اللي بادئه غلط اساسا. يعني لو فيه هتعامل معاه ازاي؟ يعني في ناحيه مثلا الاحترام والادب ماشي، انا موافقه ان هو يتحكم وكل حاجه، بس انا ما فيش حاجه غلط عشان هو يتحكم. بحاول اقنعها تمام، وبقول لها الصح والغلط مره واثنين وثلاثه، وبحاول ما امكنش يبقى الاصطدام بقى وخلاص. مش حاجه، مش مع راجل وست، هي اللي حواليها كل واحد وليه يعني دنيته، وكل واحد ليه مساحته، ما حدش يتخطى مساحه التاني. بس الراجل المفروض عامه يعني يبقى راجل البيت زي ما هو بيتقال كده، لكن ما يبقاش اللي هو مسيطر زياده عن اللزوم. يعني اللي هو يبقى مسيطر عادي، بس اللي هو مش كبس على نفس اللي حواليه. السيطره زياده عن اللزوم كل حاجه لها حدها، يعني اوكي الراجل راجل ست ست، بس السيطره زياده عن، في رجاله فيها سيطره زياده عن اللزوم، هي انا سيطر وخلاص. عموما انا مش بحب السيطره يعني على نفسي، بحب انا ابقى مسيطر على كل حاجه. لو في حد بيحاول يسيطر عليا انا اكيد طبعا هبقى ليا قرار تاني، اكيد هبعد عنه. لا انا ممكن افهمه ان لا في تفاهم، مش هي الحكايه مش حاجات سيطره، في تفاهم والامر مشهوره ما بيننا. لو ما عجبش الكلام ده لا، يعني ممكن نقول باي بقى من الاول.